ما هواش إعلامي محترف ولا مقدم برامج شهير ولا يعني بيعمل في مجال الإعلام، ده دكتور طبيب جراح، ومع ذلك يعني الفيديو كليب أو الفيديوهات اللي هو رفعها على اليوتيوب، أنا قلت معلومة غلط الحقيقة، هي خلال 4 أسابيع وصلت 1,200,000 مشاهد، ده أعلى رقم على الإطلاق لفيديو كليب تمت مشاهدته في مصر على موقع يوتيوب. راح أمريكا وأوروبا 2.5 سنين، اشتغل في أجهزة طبية وتكنولوجيا زراعة القلب والرئة، ولما رجع لمصر عشان ياخد دكتوراه، وبعدين راح ألمانيا عشان يتدرب على يعني زراعة القلب، كل ده سكة، واللي قدمه سكة تانية. برحب بالأستاذ باسم يوسف المذيع الساخر ومقدم برنامج باسم شو، برحب بحضرتك. يمكن التقديم أفضل من اللي أنا أقوله، إن احنا نشوفه على الهواء مباشرة. خلونا نشوف باسم شو. التعامل مع ميدان التحذير أخذ جوانب كتيرة قوي في إعلام مصر، منها التحذير. نداء عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور. اللعب على مشاعر الناس. يا كل شاب غذيت له الدم ده دمي. الإحساس بالذنب. والله أسفين يا بابا نبات، شرحنا أسفينك، أتعبينا. حتى الفتوى بتحريم نزول المظاهرات. وأكد شيخ الأزهر أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل، أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل تعد حراما شرعا. أكيد وصلك ما يدور في ميدان التحرير. لا إيه ها؟ بنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. مش قلت لك نروح ميدان التحرير؟ يا عم بيقول لك طبل وزمر وحريم وجنس وكلام من ده واحنا قاعدين. سوري، شكله كده العالم كله ضدنا ومحتاجين نصيحه من فنانين مصر. نعمل ايه في الوقت ده؟ الفنان المثقف المتعلم عمرو مصطفى لسه معانا؟ تنصح ايه شباب مصر يا فندم؟ اللجان الشعبيه بوكرر تاني، اي حد اجنبي يصوره بالموبايل بتاعه وما يسيبوش الا غير ما يوديه للجيش، والجيش هو اللي يتصرف معاه. اي اجنبي يمسكوه وقبضوا عليه سلموه للجيش. احنا منهارين. انت عارفه 10 ايام يعني ايه؟ في اطفال بتاكل. انا بنت اخويا بتقول لي عمتي نفسي اكل بيتزا. نفسي اكل كباب. ابن اخوي بيقول لي نفسي ريشه. طفل عمره 2 سنين، لان كنا متعودين احنا نجيب عشاء كل يوم وكده. مفيش، كله قافل. هو ده كل اللي همي. والله حاولنا، والله خلاطين ميه مش نافع، تجميع مش نافع، حصان والله يعني سم طيب نحط لهم مش عارف يعني مش يعني ما بيموتوش رصاص حي حتى. مفيش حد عنده فكره ثانيه عدله نطلعهم من ميدان التحرير ازاي؟ مفيش مشكلة يعني ان حد يولع فيه بصراحة. ايه بقى الحكاية يا دكتور باسم؟ بص حضرتك، انا طول عمري انا كنت بحلم ببرنامج في مصر، برنامج ساخر يقدم او يتكلم عن الاحداث اللي بتحصل في مصر بطريقة ساخرة. يعني انا شفت البرنامج دي في امريكا، وهم الموضوع يعني موضوع عادي خالص، ان هو انت ممكن تسخر من حد النهارده وتستضيفه في البرنامج تاني يوم. لكن المشكله ان انت في مصر ما عندكش ثقافه تقبل السخريه ده، غير طبعا ان كان في خط احمر. ليه احنا في مصر عندنا يعني احنا شعب ابن نكته؟ لغايه لما تيجي عندك، لغايه لما تيجي عندك ما تتريق على حد، بس مش عليا انا. لا، انا عندنا الحته دي، احنا نتريق ونعمل نكته من اي حاجه، بس لما تيجي وتتريق على حد ما يقبلهاش. لكن كمان حضرتك انت كان عندك مشكله ان كان في خط احمر، خط السياسه دي، مكان يعني عارف حضرتك السياسه والجنس والدين ما حدش يقرب منها، فالسياسه دي ما كانش كان التابوهات الثلاثه يعني. طبعا ما كانش حد يقدر يقرب منها. طبعا بعد الثوره الدنيا اتغيرت. في انا عندي طارق ازاز، هو الحقيقه هو غير ان هو صديقي، بس اهم من كده ان هو واحد من الاسامي الكبار في عالم اليوتيوب على النت. هو عنده شركه كانت الاول بتجيب مواد وتحطها، ودي كانت اول تجربه ان هو ينتج حاجه.
فعملناها انتاج منخفض جدا. انا احنا متصور عندنا في البيت يعني الديكور حضرتك شايفه ده ده في البيت عندنا ده في اوضه فاضيه جنبنا. خد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين كان الفكره ان انت تجيب واحد هاوي تماما محدش عارفه يكتب كتابه هاويه تماما. هو قال لي اكتب الحلقات. كتبت الحلقات ولميت انا الحاجات من اليوتيوب بنفسي. بس الى جانب كده ندي لك كل المسانده الاحترافيه. يعني معانا مخرج كويس قوي ومعانا يعني انا لا معلش هقول اساميهم بس يعني ضروري يعني محمد خليفه مخرج، طارق عبد الحميد مصور، عمرو اسماعيل يعني ولد الشغل ده كله، هم دول اللي كانوا اشتركوا في اغنيه صوت الحريه اللي حضرتك اللي طلعت ديت. طب دلوقتي عندي سؤال، دي فيها مصاريف كتير قليله مصاريف، ايه اللي يخليكم تتحملوا المصاريف دي؟ هل انتوا عندكم فكره ان انتوا تحولوا هذا المشروع الى مشروع ممكن ان يكون يدر عائد ما؟ بص حضرتك، هو اليوتيوب فيها حاجه زي اللي هي اسمها يوتيوب بارتنرشيب او او مشاركه، ان لما تنزل اعلانات لما انت كل يعني الاعلانات وكده ده كان الاطار. بس كان الهدف اللي في مخ طارق اللي ما قالوهليش الا بعد كده ان هو ممكن بعد 3 اشهر او 6 اشهر او سنه الاعلام ياخد باله مننا ويبقى فيه شركه او تلفزيون يتحمس ان هو ينتج الكلام ده على نطاق واسع اكتر على التلفزيون. انا ما كنتش عارف اللي هو كان في مخه ده، بس اللي حصل ان الثلاث اشهر وست اشهور والسنه بقت اقل من اسبوعين الناس خدت بالها من الموضوع ده. يعني احنا كنا انا كنت فاكر ان هيشوفنا اول اسبوع 10,000 واحد. حتى كان كنت اقول لا 10,000 ايه، في ناس على اليوتيوب بقى لها سنتين ما بتجيش الرقم ده. فاقل من 4 اسابيع احنا 1,200,000 على 6 فيديوهات او 6 حلقات، وفجاه الناس بقت مستنيه. يعني سبحان الله، يعني انا مش عارف يعني هو بقى ده رزق من عند ربنا بقى، قبول بقى سبحان الله. يعني انت كنت بتقول 3 اشهر عشان الاعلام ياخد باله، اعتقد ان فتش احنا بنتكلم في اقل من شهرين. انا بعد 7 ايام الناس بدات تكلمني، وانا ما كنتش متخيل ان ان ان, إن حاجه زي كده تحصل، وفجاه انا بقيت في دائره الضوء زي ما بيقولوا. قول لي بقى يا دكتور، انت الترتيب بتاعك عشان تعمل الحلقات دي ازاي؟ يعني انت بتفكر فيها ازاي؟ هل بتشوف اللي بيحصل وبعدين تبتدي تاخد منه الحاجات اللي يطلع ينفع تشتغل عليها، ولا يعني الكوميديا السوداء هي موجوده في حد ذاتها، ولا ايه؟ بص حضرتك، لازم نتفق على حاجه. وقت الثوره وما قبل الثوره وخصوصا في ال 18 يوم بتوع الثوره حصل نوع من اسف في الكلمه من الـ من الـ من الفجر الاعلامي الذي لم يحدث في تاريخ مصر. يعني انا ساعات لما انا كنت بقعد في البيت وبشوف الكلام ده هوت، وبعدين طبعا بعد الثوره لما خلصت وشفنا الكليبات على اليوتيوب، فلما طارق ازاز قال لي اكتب الكلام ده هوت، فاول حاجه جت في مخي انا لازم ادور على الحاجات دي على اليوتيوب. لكل 3 دقائق بتشوفها على الـ او 4 دقائق بتشوفها كحلقه، انا بتفرج مثلا 10 ساعات او حاجه عشان اطلع. لان انت سهل قوي ان انت تجيب حاجه وتجيب عكسها، بس الكتابه اللي في النص عشان احنا مش عايزين نبقى كوميديا مسفه ولا كوميديا يعني زي ما اقول حضرتك كده في حاجة بيسموها يعني مش عايزين تبقى كوميديا سطحية. أنا كنا عايزين تبقى كوميديا إلى حد ما هادفة، وإحنا ما بنشتمش، ما بنقلش علينا بقى أدبنا على حد، لكن إحنا كنا عايزين ناس قبل ما تضحك، إحنا ما كناش عايزين أكشن ناس تضحك، إحنا كنا عايزين ناس تفكر وما تنساش اللي حصل في الأيام ديت. لأن دلوقتي بيطلعوا الناس ويقولوا إحنا قلنا ما قلناش، إحنا كنا مع الثورة وكلام من ده وبتاع، لكن يعني إحنا عايزين ناس تاخد بالها من الكلام ده. ده اللي شفناه يمكن كان الكليب الأولاني. تمام. إيه اللي خلاك الكليب الثاني هو إيه؟ ووصلت له ازاي؟ لا هو الكليب الاولاني ده كان مجمع من كذا حلقه كتب الحراج ازاي. فاحنا كنا اتكلمنا على بعض، يعني كل كليب كان يا اما بنتكلم على مفهوم زي مثلا مفهوم إن ازاي نطلع الناس من ميدان التحرير، او على حدث حصل زي طبعا الشهير جدا تامر من غمره اللي طلع ان هو كان بيتكلم من الاوضه اللي جنب المذيع المصري. خليني بقى نشوف حكاية تامر من غمرة وعشان أشوف هل في وقت من الأوقات بعد ما نشوف ده أنت يعني أنت طبيب كنت في بالك أنك هتبقى يعني أبدا مش بالطريقة دي أبدا لا خالص. طيب خلينا نشوف تامر من غمرة. 25 يناير فجرت الكثير من الطاقات الإبداعية لدى الشعب المصري. أنا الحقيقة بتكلم على الطاقات التمثيلية الرائعة اللي طلعت على شاشة التلفزيون طوال فترة الثورة، منها مثلا اللي كان بيعبر عن خيال واسع. CIA المخابرات الامريكيه والموساد الاسرائيلي، وكان قائم على تدريبنا عناصر اسرائيليه صهيونيه. منها اللي كان مغرق في الدراما. دي فرصه ابوس ايدك. اتفضل يا فندم.
ممكن يكون ده اخر كلام لمحمد فؤاد بتسمعوه. لكن كانت هناك حاله خاصه جدا. تامر من غمره. تامر من غمره اتصل بالتلفزيون المصري من خلال دموعه وقهاته في ليله مليئه بالشجون. البلد اتبهدلت واحنا نبقى فيها احنا السبب، يعني احنا هنتكتب في التاريخ ان احنا اللي بهدلنا البلد. لا لا والله لا. تامر مش بس كان متاثر باللي بيحصل، تامر كان عنده نظريه مختلفه خالص عن كل اللي سبقوه. عشان بكره اتحط له سلوجن انه يبقى يوم الخلاص. يوم الخلاص مين؟ سلوجن الخلاص. تامر انت بتتكلم انجليزي احسن مني. سلوجن مش حاجه تانية يا تامر. لازم تيجي، لازم اشوفك، لازم تحذر اخواتك المصريين من الخطر الكبير ده. تقدر تيجي؟ حضرتك في غمره تمام؟ تمام اهو، انت في غمره، يعني تطلع مطلع كوبري اكتوبر، تنزل نزلة عاملين رياض، هتلاقي مطلع نطمو فيها، هتلاقي تالت دبابه يمين ماسبيرو. عادي، تعالى بقى. شرفنا دلوقتي في قناه النيل، من فضلك نقعد نتكلم مع بعض ويكون هديك، ومن فضلك رقم يعني تتواصل مع زمايلنا اللي وصلوك في غرفه التحكم في الكنترول روم. صعبه عليا. طمونا. انا فاهم وانت فاهم والمذيع فاهم ان انت مش في غمره وان انت مش تامر. التامر يا جماعه اللي كنتوا كلكم على النت بتسالوا عليه، تامر بتاع غمره ده اسمه هاني بيبرس وبيشتغل محرر في النيل للاخبار. المصريين بجد and the Oscar goes to and the Oscar goes to and the Oscar goes to تامر من غمرة. وحصل تامر من غمرة على الأوسكار. طب دي عملتها ازاي؟ لا ولا حاجة، أصل يعني تامر من غمرة ده كان حالة استحالة تتكرر في أي إعلام تاني. يعني العياط اللي كان بيعيطه، يعني مثلا في حاجات انت ممكن تلقطها من احاديث او كده وتجيب الحاجات اللي ضد بعض، بس العياط بتاعه انت لازم تعيط معاه، يعني انت لازم تعيط معاه وتتشحتف معاه، لان مش شحتفه جامده. لا 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 كان متشحتف. لكن فهو يعني انا حسيت ان انا كواحد مصري بتفرج على تامر، انا اكيد هعيط، يعني يا خبر ده انا اكيد مثلا ده ممكن يحصل لي حاجه، ممكن اموت فيها من كتر العياط دهوت. ف يعني حطيت نفسي في مكان الناس اللي بتتفرج عليه وعملت الحلقه. طيب ايه اللي بعد كده اللي كان الحاجه اللي كانت لافته للنظر بالنسبه لك؟ بعض الشخصيات العامه، بعض الفنانين للاسف اللي هم وصلوا لمكانتهم سواء المكانه الفنيه او المكانه الاعلاميه على اكتاف هذا الشعب، الشعب اداله ثقته، وهو لما وصل للمكانه دي في الوقت اللي كان المفروض يا اما الشعب يا اما يسمع منهم حاجه، يعني فلتقل خيرا او لتصمت، لكن للاسف هم ما صمتوش، هم اتكلموا بحاجات جارحه. كون ممكن كانوا بيعبروا عن وجهه نظرهم واقتناعهم. لا لا يعني تمام. بص حضرتك، اصل انا مش من النوع اللي هو اللي كان ضد الثوره ده كان خايف او اللي كان مع حسني مبارك. لا ما فيش حاجه، بالعكس، في ناس كانت مع حسني مبارك وانا احترمها جدا، وفي ناس كانت ضد الثوره وانا احترمها جدا. لكن انت لما تعبر عن رايك وبعدين تبتدي تحط افتراءات وتروج اشاعات وتقول كلام، يعني قول ان انت ضد الثوره، قول انت حسني مبارك عجب، براحتك، بس ان كونك ان انت تطعن في شرف هؤلاء الناس اللي كانوا في التحرير. انا ممكن ابقى مختلف مع الناس بتوع التحرير، بس مش هطلع اروج عليهم الاشاعات اقول انهم عملاء بتوع اجندات مندسين، واللي هي الكام كلمه اللي احنا حفظناهم في كان في اجندات كتير. كان كتير. فقول عبر عن رايك باحترام، بس انت بتطعن في شرف ناس ليهم عائلات وليهم ناس، والناس يعني طلعوا وانضربوا بالرصاص وانضربوا بالحجاره وتهاجموا بالبلطجيه، وبعدين تجيب يعني تطلع عليهم الاشاعات دي، ما يصحش. مفيش حد رفع عليك قضايا؟ هيحصل غالبا. انا يعني انا لسه على الانترنت، فعلى الانترنت اعتقد انت ما حدش يقدر يعني يعمل حاجه، لان بس يعني انت تفكر فيها، يعني هترفع قضيه تقول ايه؟ هل انا قلت كلام انت ما بتقولوش؟ هل انا افترضت؟ انا بجيب الكلام اللي انت بتقوله، كوني ان انا بحطها بطريقه ساخره. بص حضرتك، انا ممكن ما تزعلش مني، حضرتك تطلع على الهواء
وتقول حاجه او انا واخدها اعمل عليها حاجه سخريه بس من غير ما اطعن فيك او ربنا يستر. لا 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 بس لو حد هيطلع الهوا يعني بص حضرتك الهدف من الموضوع ده لفتره طويله جدا ناس بتطلع على الهوا والناس الناس بتستقبلهم في بيوتها في التلفزيون بيطلعوا يقولوا اي كلام بيطلعوا يقولوا كلام ما يصحش ان هو يتقال يوم ما انت هتطلع على الهوا يعني مش قصدي يعني اللي هيطلع يوم ما تطلع على اي كلام هيطلع يقول استاهل طبعا لا وتطلع على الهوا يبقى انت لازم تتحمل مسؤوليه انت وصلت للشهره دي علشان انت راجل معروف ومشهور لما انت تستغل الشهره دي ان انت تقول كلام مضل كلام غلط كلام تضحك بيه على الناس كلام ما يصحش ان هو يتقال على الهوا يبقى احنا لازم تحاسب من الجمهور ده صحيح عندك حق في حاجه اسمها المحاسبه الشعبيه تمام بس بطريقه ساخره بس بطريقه ساخره ده هنا بنتكلم في الاسلوب تمام. لكن انا هسال سؤال هل المساله بالنسبه لك هي مرتبطه بفتره ميدان التحرير ثم تنتهي عند ذلك ولا لسه في حاجه تانية؟ احنا حاليا في مرحله ارشيفيه بمعنى ايه انا علشان انا مش اوربت ومش قناه دريم ومش قناه كذا ومش قناه كذا ومش قناه كذا انا واحد في وقت فراغي بتفرج على اليوتيوب وبطلع حاجات بعمل منها افتكر انها تعمل منها حلقات دي امكانيات لكن امكاني ال- 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 الحلم بقى اللي جه بقى في دماغي وان انا اعمله مش كده خالص انا حلمي ان انا ابقى انا برنامج جاد لكن في نفس الوقت يجيب الاخبار الراهنه جوه مصر وبره مصر بطريقه ساخره وخفيفه وتوصل للناس المعلومه وتخليهم يفكروا او ينظروا الامور بطريقه مختلفه شويه بدل ما انا ابقى انا قاعد واقول حصل كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا انت ممكن تديله الموضوع في حاجه صغيره قوي يعرف ايه اللي بيحصل ويبقى يقدر يكون هو رايه بس بطريقه يعني لاذعه اذا صح التعبير الفنان الجميل طلعت زكريا فنان عظيم هو عظيم ايه اللي زعلك منه لا يعني هو انا يعني هو انا ما زعلتش هو انا استغربت من اللي طلع قاله يعني انت دلوقتي انت راجل قعدت مع الرئيس حسني مبارك لمده ساعتين يوم 19 سبتمبر يعني الناس كلها عرفت القصه دي انت راجل تحمل تقدير الى سياده الرئيس اطلع وقول تقديرك الى سياده الرئيس لكن انت تطلع وتتهم هؤلاء الناس باشياء ليست فيهم او 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 انت قومتها على اساس حاجه او حاجتين سمعتهم او حاجه وتطلع وتقول على مسؤوليتي وتقسم بالله العظيم وبعدين يعني يتقال عليهم ان هم يعني مخدرات وعلاقات جنسيه كامله وكلام من ده وبعدين يقول لك اه كان في واحد في عربيه رايح الميدان بيدخن مخدرات يبقى هو كده حتى لو ده حصل طب انا ما قلتليش ان حصل علاقات جنسيه كامله يعني ما قلتليش ان هو وقف لما نزل يتم ده زي اللي بيعمل علاقه جنسيه كامله في استاد القاهره مثلا وسط 120 الف متفرج ولا يعني. والغريبه من كده ان هو نازل بيقول لك انا شفت وظباط جيش حكولي طب يعني انت طب خلينا نشوف هو قال ايه وعايزك تعلق عليه مطالبه بتدخل الجيش والله لو دانا واحده هتطلع من دبابه كل الجبنه مش المصريين الموجودين في ميدان التحرير هيجروا وهيسلموا نفسهم ومعانا اللي هو اركان حرب طلعت زكريا خليني الخص لكم بالظبط الاستاذ طلعت زكريا كان عايز ايه طلع دبابه اضرب طلقه في السماء في الهواء كل الجبنه دول هيجروا هو كان بيطالب ان دبابه تخش الميدان وسط العمارات وتضرب دانه مدفع في الهواء وده طبعا هيؤدي ان الناس كلها هتجري مش المصريين الجبنه بس هم اللي هيجروا وده طبعا على اعتبار ان القوات المسلحه مضيعه الميزانيه بتاعتها على شركه اسلحه صوت محدش يا جماعه عنده فكره عدله فكره تدل على تفكير تكتيكي استراتيجي فكر منهجي خطط كده هو ولعب على الجنبين المظاهرات دي لازم تبقى مستمره مفيش عقل احنا شويه ناس هيجنا على فيسبوك ده كان الكابتن ابراهيم حسن كابتن ابراهيم عندك فكره طلعنا من المشكله اللي احنا فيها دي لو احنا عايزين نعمل خطه محكمه على الناس دي احنا ننزل شباب يلعب راس مثلث ولا عامل ذكي وميدو صح دي اللي كنت عايز تقولي صح عندنا حلين الحل الاولاني ولا حد يطلع ولا حد يخرج وما ما حتى ما يخش لهم ما يخش لهمش بقه ميه ولا ادويه ولا اكل ولا شرب لحد ما يقولوا لحد ما يرفعوا ايديهم والرايه ويمشوا التجويع
مثلما فعلت قريش مع بني هاشم حتى يرجعوا إلى دين أبائهم. خلي بالك انت اللي بتقوله فعلا انت ما قلتش ولا حاجه غلط، انت انت بس بتعقب على ما يقال. انا سعيد ان حضرتك جبت الكليبات ديت، لان الكليبات دي على قد ما هي احنا بنضحك عليها دلوقتي بس دي كانت محزنه، لان لما واحد يقول لك ان دول حبه جبناء في الوسط ودخل عليهم دبابه، والتاني يقول لك حاصرهم في نفس الوقت اللي كانت الناس دي محاصره وحاط حوالين لان انا كنت في موقعة الجمل، لما انا كنت ناس من الاطباء اللي كانوا متطوعين في المستشفى الميداني هناك، وشفت البلطجيه وهم جايين بكرات اللهب اللي جايين عليها وقبضنا على ناس منهم وكنا بنرجعهم ويرجعوا تاني. ده اللي قال عليه الاعلام في الوقت ده، انه يعني عناصر اثاريه جايه تحرق الميدان. خلينا نشوف العناصر الاثاريه اللي كانت جايه تحرق الميدان. الناس اللي في ميدان التحرير دول كانوا اجانب وعملاء؟ ما كانش في نوعيه تانية من الناس اللي هناك دلوقتي موجوده في التحرير يا فندم؟ انا اسف في اللفظ، انصاف رجال وانصاف حريم وناس شواذ جنسيا. اشباه رجال واشباه نساء وشواذ جنسيا، حد تاني في الميدان؟ هم الاخوان المسلمين، هم اللي قعدوا على ترابيزه المفاوضات علشان يتفاوضوا. طيب واخوان مسلمين اكيد في حد معاه صوره. معانا صورة؟ هي الصورة هيت، ادي اشباه الرجال واشباه النساء وادي الاخوان. ولو مش مصدقين الصورة دي متاخدة فين؟ ادي علامة مترو التحرير. طبعا انا كان نفسي كمان ان يكون عندنا وقت علشان يعني تتواصل مع السادة المشاهدين مباشرة، بس أنا في حاجة بس عايز أقولها، أنا آسف يعني إن أنا أقطع، في حاجة مهمة جدا. كل هذا التهييج في الإعلام، موقعة الجمل لم تحدث من فراغ، كرات النار والناس اللي اتضربت في التحرير ده تم التهيئة ليها على مدى أيام، إن دول حبة ناس جبنة وممكن تدخل عليهم دبابة ممكن تحرقهم، فلتهيئة الناس إن دول ممكن يتقتلوا. فده يعني الموضوع مش مجرد ضحك، إحنا بنضحك دلوقتي، لكن ما حدث انت شايف انه كان جزء من ترتيب كامل. دي جريمه منظمه من الاعلام ومن البلطجيه ومن فلول الحزب الوطني، وشارك فيها كل الناس اللي طلعت وقالت عليها. فيمكن يعني هي صحيح ساخره لكن تحمل معنى خطير جدا. هي الضحك كالبكا يعني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور باسم يوسف المذيع الساخر ومقدم برنامج باسم شو.